مرتبطة في الحيوانات بالكلاب، لكن الجديد في هذا الفيديو أنها أيضا بتوضح قد إيه الزرافة كمان وفية لحارسها اللي طلب أنه يتنقل إلى حديقة الحيوان جنب الزرافات اللي كان بيعتني بيها لتوديع الحيوانات اللي أمضى معظم حياته في رعايتها بعد ما شعر أنه قارب على فراق هذه الحياة بسبب إصابته من مرض سرطان مزمن. الزرافة بتقوم بتقبيل عامل الحديقة الملقى على فراش الموت. فيديو آخر حصل على أكثر من مليون مشاهدة على موقع اليوتيوب، فيديو مثير للدهشة، وهو استعراض خارج عن المألوف، مبادرة من قافزة المظلات الإيطالية روبرتا مانشينو بعنوان هاي فاشن. تعالوا نشوف الفيديو. قد ايه الجرأة والفن لما بيجتمعوا في وقت واحد بيبدعوا وبيبتكروا، وده اللي حصل في هذا المقطع من الفيديو اللي شفناه من لحظات قليلة. بكده بنكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة من أخبار نت، بنرجو إنها تكون نالت إعجابكم واستحسانكم في جميع فقراتها، وبنذكركم قبل ما نختم الحلقة بمواقع التواصل الخاصة بينا عبر الإنترنت واللي من خلالها بنستقبل مشاركاتكم وتعليقاتكم وآرائكم على كافة اختلافاتها. بشكركم مرة تانية مشاهدينا الكرام، ونلقاكم في حلقة جديدة من أخبار نت الأسبوع المقبل، ولكم تحيات أسرة فريق العمل، إلى اللقاء.